شكرا نازك وأهلا بكم مشاهدينا. تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، انطلق اليوم مهرجان الشارقة الدولي للجواد العربي السلالة المصرية بنسخته 13 وللمرة الثانية كمهرجان دولي وبمشاركة المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية. وخصص اليوم الأول لفئة المهرات بعمر سنة إلى 3 سنوات والأفراس بعمر 4 سنوات. كروياً، انطلق اليوم الجولة 5 من دور الخليج العربي، ويلعب في هذه اللحظات عجمان بضيفه الوحدة، وقد انتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب السعادة أو أصحاب الأرض بهدفين مقابل هدف، ويسعى عجمان خامس الترتيب إلى تحقيق فوز جديد يقربه أكثر من رباعي المقدمة، بينما يبحث أصحاب السعادة عن النقاط 3 والخروج من دوامة النتائج السيئة، حيث يحتل المركز 11 ب3 هزائم وفوز واحد فقط. وفي ثاني مواجهات الخميس يسافر الشارقة المتصدر إلى دبي لمواجهة حتى صاحب المركز 10، ويبحث الشارقة عن الفوز 5 تواليا من أجل تعزيز موقعه في الصدارة والحفاظ على انطلاقته القوية، حيث يعد الفريق الوحيد الذي فاز بكل مبارياته. وقعت شركة نادي اتحاد كلبا لكرة القدم مع شركتي كالتكس العالمية للزيوت وأبولو للإطارات التابع لمجموعة السركال اتفاقية شراكة لرعاية الفريق الأول. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد بمقر النادي بحضور محمد عبيد اليماحي نائب رئيس شركة اتحاد كلبا لكرة القدم، وبرهان الهاشمي المدير التنفيذي لشركة إينوك للزيوت، وأحمد آل ثاني المدير العام لمجموعة السركال. بالفعل اسم الشركتين كالتكس وأبولو حقيقة من الشركات العالمية الكبيرة، واخترناها بعناية ومفترة طويلة كنا نتفاوض معهم، وللحمد لله جاءت النهاية الحمد لله موفقة بفضل فريق العمل اللي قاد هذه المفاوضات، وأحب أشكرهم طبعا. ضمن منافسات كأس الإمارات لكرة قدم الصالات، تعادل خورفكان وصيف بطل النسخة الماضية مع النصر بهدفين لمثلهما في ختام الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية. خورفكان رفع رصيده إلى 4 نقاط في الصدارة، بينما رفع العميد النصراوي رصيده إلى 2.